تعالوا هيا نمتعكم بحصتنا من سحر وتهريج ودوما تسلينا طوبي كثبت وابوكو والكل يرافقنا تعالوا هلموا إلينا ضموا عمو يزيد الغادو والشاطر يعطينا الحل حكاية فيها عبرة حكمة مثل معلومة وبها ينور العقل عمو يزيد تعالوا هلموا إلينا ضموا عمو يزيد. مساء الخير يا أطفال، وش راكم؟ لاباس؟ راكم فرحانين لكم في حصة عمو يزيد؟ إذا أنتم كذلك يا أطفال لكم تشوفوا فينا، إذا حبيتوا تفرحوا وتحضروا معنا حصة مع عمو يزيد، ما عليكم إلا ترسلونا عبر موقعنا الإنترنت بهذه الطريقة وتسجلوا للحضور. إذا حبيت تشارك وتحضر معنا سهل، ما عليك إلا تروح الإنترنت تكتب عمويزيد.com تضغط على زرار شارك في حصتنا تملأ الاستمارة، ما تنساش رقمك الهاتفي وبريدك الإلكتروني. مرحبا بك. فقط يا أطفال لما تسجلوا عليكم بشوية على الصبر، لأن عمو يزيد حبي يستضيفكم كامل والتسجيلات كثيرة وكاع الأطفال حابين يجوا عند عمو يزيد، إذا شوية على الصبر وحين تحضروا معنا ونفرحوا معكم وتفرحوا معنا. في كل حصة نتكلموا على أيام عالمية ودولية، نتوقفوا عند أحداث نتكلموا عليهم اللي تفيدنا في حياتنا. في هذه الفترة يوم 24 مارس يصادف اليوم العالمي للكفاح ضد مرض السل. سمعوا بمرض السل يا أطفال؟ مرض السل، مرض السل هو مرض يصيب الرئتين، يصيب الرئتين معروف، وكان بزاف الناس مصابين بهذا المرض، والحمد لله مرض السل دركا راهو يداوى، راهو يداوى بكري، قتل بزاف الناس، مرض خبيث ولكن دركا يداوى. ولكن الأمم المتحدة داروا هذا اليوم العالمي باش نتوقفوا ويديروا حوصلة على وين وصلوا في الدواء تاع مرض السل وكامل. مليح أننا نتوقفوا عند هذه الأيام الدولية. إذن اليوم العالمي للكفاح، لكفاح مرض السل. أوكي، كاين يوم آخر تاني هو اليوم العالمي للمسرح. شكون اللي راح للمسرح هنا يا أطفال؟ رحتوا المسرح ودرتوا المسرح في المدرسة؟ شكون يدير المسرح في المدرسة؟ شكون درتي المسرح؟ واسمك بنتي؟ سارة. سارة درتي المسرح في المدرسة؟ نعم. وين تسكني؟ في لابوانت. في لابوانت. واسمها بالعربية؟ رئيس؟ رئيس حميدو. رئيس حميدو، برافو. درتي واش مسرحية درتو في القسم؟ يعني مسرحية صغيرة طويلة؟ وعجبك المسرح؟ كي درتي المسرح؟ نعم عجبك. وانت درت المسرح؟ ايه. وانت يا؟ واسمك بنتي؟ آلاء. وين تسكني آلاء؟ في الغولف. في الغولف. واسمها بالعربية؟ المرا المرادية. المرادية، برافو. درتي المسرح في المدرسة؟ واش مثلتي؟ واش مدور؟ دور حفلة. دور حفلة؟ درتوها في حفلة يعني؟ وعجبك المسرح؟ نعم. برافو. بصفة عامة الأطفال قاع يحبوا المسرح، لأنه درت المسرح أنت تاني؟ درتو كامل؟ إيه برافو. واسمك ولدي؟ أصيل. أصيل، وين تسكن؟ في دراريا. في دراريا، درت المسرح؟ نعم. درتو في المدرسة ولا؟ في المدرسة. وعجبك المسرح؟ واش من دور درت؟ درت دور قبيح ولا دور واحدة جونتي عاقل؟ عاقل. عاقل، برافو برافو برافو. شكون تاني دار المسرح؟ أنا. درت؟ وين درت وليدي؟ في المسيد. في المسيد. واسمك؟ أنيس صالحي. وين تسكن أنيس؟ في غران شراقة. في غران شراقة، الله يبارك. واسمك وليدي؟ ريان. ريان، وين تسكن ريان؟ في الكارير. وين؟ في الكارير. في الكارير، يعني باب الواد؟ إيه. الله يبارك. وين درت المسرح؟ في المسيد. في الجامع. في الجامع؟ في الروضة تاع الجامع. داكور داكور، في الروضة تاع الجامع، برافو برافو برافو. واسمك وليدي؟ عليل. وين تسكن؟ باب الواد. باب الواد، درت المسرح ثاني؟ ايه. وين؟ في المسيد. في المسيد، برافو برافو. إذا يا أطفال اليوم العالمي للمسرح يوم مهم جدا، لأنه المسرح هو فن، فن معترف به. أنت ثاني درتيه؟ واسمك بنتي؟ ملاك. ملاك، وين تسكني؟ خريسية. خريسية، اوكي، إذا تحياتنا لكاع الناس خريسية. وين درتي المسرح؟ في المسيد.
وعجبك المسرح؟ يا برافو. المسرح شيء جميل يا أطفال، لأننا نقدر نمثل أدوار، نقدر نديروا عدة أشياء. يا أخي هو فن معترف به ومهم جدا، كان مسارح عبر العالم وكان مسارح في الجزائر كذلك. في أول كل حصة كالمعتاد تاني نطرح عليكم لغز، تحبون الألغاز؟ لغز اليوم يقول: ما هو الشيء الذي نبتلعه ويبتلعنا؟ تعرفوها انتم قاع شاطرين. إذن كذلك الأطفال يشاهدوا فينا ما هو الشيء الذي نبتلعه ويبتلعنا. انتم تاني تقدروا تشاركوا في الجواب عن اللغز بهذه الطريقة عبر موقعنا الانترنت عمويازيد.com. أنت كذلك جاوب واربح عن طريق الانترنت مع آجل. اكتب عمويازيد.com، اضغط على زرار جاوب على اللغز، املأ الاستمارة، ما تنساش رقمك الهاتفي، بريدك الإلكتروني والجواب على اللغز. رايح تربح هدية قيمة مهداة من طرف شركة آجل، 15 سنة في خدمتكم. اسم الطفل الفائز في الحصة الماضية يظهر أسفل الشاشة. مبروك عليك الهدية. برافو برافو يا أطفال، أنتم شاطرين، ولكن لازم تستناو حتى نهاية الحصة باش تعطوني الأجوبة تاعكم. يا أخي إذن اليوم كلفنا إيناس باش ديرنا بحث عن شخصية معروفة اللي هو بوحميدي محمود. إذن تفضلي إيناس، تفضلي إيناس، تفضلي. مساء الخير يا أطفال. اليوم جيت نحكي لكم على حياة الشهيد بوحميدي محمود. من مواليد سنة 1939 بالقصبة، تربى في أزقة الحي وشوارع الجزائر العاصمة. عرف عنه حبه للتضحية وكرهه للمستعمر. انضم إلى صفوف الثورة ضمن فوج الفدائيين بالقصبة، وبحكم معرفته للعاصمة كلف بربط الاتصالات بين الفدائيين وعمل على توفير مخابئ لهم في القصبة، مثل ما عمل مع ليلا بوينت سنة 1957. وكان له دور أساسي في إخفاء وثائق الثورة ومراسلات مسؤولي العمليات الفدائية وتحضير أماكن للاجتماعات المجاهدين. واستمر في نضاله إلى أن سقط شهيدا يوم 8 أكتوبر 1957، بعد نصف البيت الذي كان به رفقة زملائه حسيبة بن بوعلي وعلي لابوانت وعمر صغير. برافو 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 إيناس، برافو برافو. يا أطفال في حياتنا كاين شخص أنا نعتبره مهم جدا في حياتنا. هذا الشخص هو اللي يمر كل يوم على البيوت ويجمع القمامة. هو اسمه، شكون اللي يقدر يقول لي واسمك بنتي؟ آية حشيشي. وين تسكني؟ في الجزائر العاصمة. في العاصمة. واسمه؟ النظاف. النظاف. عنده اسم اخر ثاني النظاف ولا النظاف؟ النظاف. 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 شو اللي عنده اسم اخر؟ انا النظاف. النظاف. عنده اسم اخر؟ المنظف. 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 النظاف. النظاف. شو اللي يقدر يقول لي؟ عامل النظافه. عامل النظافه. عامل النظافه. واسمك بنتي؟ ياسمين. ياسمين. وين تسكني ياسمين؟ في دراريا. في دراريا. برافو برافو. هو عامل النظافة. أنا شخصيا نحب هذا الإنسان ونحترمه لأنه هو اللي ينظف. واش تعرفي واسمه؟ واسمه عامل النظافة. قولي واسمه. نظافة. عامل النظافة. أنت تاني تعرفه واسمه؟ نظافة. عامل النظافة. وأنتي؟ عامل النظافة. عامل النظافة. برافو برافو برافو. ها؟ جمع القمامة. هو اللي يجمع القمامة. بالضبط بالضبط. إذن هذا الإنسان أنا شخصيا أكن له احتراما كبيرا. قولي لي بنتي وش حبيتي تقولي لي؟ تعالي أرواحي. واسمه؟ المنظف. المنظف. هو عامل النظافة. علاش قلت لكم هكذا؟ لأنه عمو يزيد دالكم أغنية جميلة خاصة بعامل النظافة. يلا تغنوها كامل معي. عمي عمي يا مصطفى تنهض في الصبح الباكر، يا عامل النظافة تتعب دوما وتخاطر. عمي عمي يا مصطفى تنهض في الصبح الباكر، يا عامل النظافة تتعب دوما.
قادر تعمل ليلا ونهارا من أجلنا دوما تغدو دهرك يمضي إبكارا فيه حر وبرد تعمل ليلا ونهارا من أجلنا دوما تغدو دهرك يمضي إبكارا فيه حر وبرد عمي عمي يا مصطفى تنهض في الصبح الباكر يا عامل النظافة تتعب دوما وتخاطر تتحمل كل تعب من أجل قوت اليوم تسعى دوما في طلب لقمة عيش لا تنمي تتحمل كل تعب من أجل قوت اليوم تسعى دوما في طلب لقمة عيش لا تنمي عمي عمي يا مصطفى تنهض في الصبح الباكر يا عامل النظافة تتعب دوما وتخاطر يا أوساخا تحمل لا تبالي بالأضرار في كل حال تعمل كم تلقى من أخطاري هي أوساخا تحمل لا تبالي بالأضرار في كل حال تعمل كم تلقى من أخطاري عمي عمي يا مصطفى تنهض في الصبح الباكر يا عامل النظافة تتعب دوما وتخاطر مقامك عند الله أكبر أكبر لو تعلم وشريف عمل راق ووصف طبعا أعظم فمقامك عند الله أكبر أكبر لو تعلم وشريف عمل راق ووصف طبعا أعظم عمي عمي يا مصطفى تنهض في الصبح الباكر يا عامل النظافة تتعب دوما وتخاطر عمي عمي يا مصطفى تنهض في الصبح الباكر يا عامل النظافة تتعب دوما وتخاطر عمي عمي يا مصطفى تنهض في الصبح الباكر يا عامل النظافة تتعب دوما وتخاطر برافو 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 إذن تحية تحية لعمي مصطفى عامل النظافة فوالا عمي مصطفى عامل النظافة احنا عطينا له اسم هكذا لأننا نحبه عامل النظافة ونحترموه جدا 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 يا أخي أطفال إذا القمامة لازم ترموها في مكانها وديروها في أكياس يا أخي ما تخلوهاش هكذاك مرمية لازم تسهلوا عامل النظافة يا أخي أطفال يا أطفال واش رأيكم دركا راح ندو العم إبراهيم اللي جانا مدينة شلف في ألعاب الخفة تحية إذا تفضل عم إبراهيم السلام عليكم يا أطفال السلام راكم ملاح؟ نعم إيه جاكم الساحر وهذه المرة راح يقدم لكم خدعة غريبة نوعا ما نشوفوا مع بعض وقبل ما نبدأو راح يجي مشترك يشارك معايا لهنا يا أروح أنت إيه تفضلي تفضلي هنا يا مع الساحر يلا وش اسمك فريال أعطونا تصفيقة حارة على فريال فريال هكذا راهي شابة وش عندنا لهنا عندنا بليونة عندكم هذا كما هو في الدار كاين عندكم المهم ما فيه والو فريال وش فيه الداخل ممتاز نبداو اللعبة جاهزة فريال يلا راكي شايفة هذه ايه ديري كيما انا بالعياليها قيسي انتي فان شكرا نزيدو
أروحي فريال أروحي مازال 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 ما عندكيش تجيب دسة فيه دراهم؟ لا لا إيه موش مشكلة، عندنا هنا في ودنها تانيك هاي واحدة عندنا تان هنا نزيدو شوفوا واش على يمنا مرفها صديقتك يلا نزيدو مع بعض تفضلي هنا ميلي شويه راسك نزيدو تانيك منا يلا نزيدو فريال هاي الوحده راكي شايفتها هاي هاني توشي هاي الدور احكميها بيدك غلقي عليها قيسيها هنا شكرا يا اطفال شكرا على المشاركه فريال صفيقة برافو 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 شكرا عمو ابراهيم عمو يزيد كالمعتاد راح يحكي لكم حكاية الفأر الطماع يلا كمل معايا نسمعوها يا اطفال كما وعدتكم راح نحكي لكم حكاية الفأر الطماع واحد النهار كان واحد الفار وهذاك الفار كان جيعان يحوس على القمح يحوس على القمح تفكر باللي كاين مخزن فيه القمح بصح هذاك المخزن فيه قطه القطه تعس عليه هو يخاف من القطه قاعد يفكر يا ربي كيفاش نديرني 100 بشر انا كيفاش نجيب انايا على الاقل شويه قوت هكذا باش ناكل وكامل يا ربي كيفاش ندير جات واحد الفكره قاعد يمشي تحت المخزن هكذا شاف كان واحد فتحه صغيره هكذا وراح هكذا مسها غير شويه هكذا طاحت منها حبه تاع القمح راح خدا هذيك الحبه تاع القمح وراح تقوت بها وبعد رجع قال ايه قالوا كان نزيد نفتحها شويه يتيحوا زوج حبات كما كان الحال جا غدوه من ذاك فتحها هكذا طاحوا زوج حبات داهم وراح عاد غدوه من ذاك قالوا علاش انا ما نزيدش نفتحها يزيد يتيحوا ثلاثه ولا اربعه ولا من بعد فتحها واحد النهار طاحوا ثلاثه هكذا قال انا دوك نكبر الفتحه باش يهبط لي بزاف القمح ونديه على ضربه هو فتح هذيك الفتحه نزل القمح ولكن هذيك الفتحه اللي فتحها كانت كبيره نزلت منها القطه حتى صابها قدامه هكذا عمو يزيد استخلص من القصه انا طمع يقل ما نجمع بالضبط يا اطفال واش نقولوا احنا ناس بكري يقولوا الطمع يفسد الطبع الانسان لازم يكون قنوع ما يكونش طماع لان الطمع مش مليح لان لما راح تطمع راح تطيح في الفخ الانسان لازم يكون قنوع لان القناعه كنز لا يفنى القناعه كنز لا يفنى يلا معايا يا اطفال درك انا حبيتكم شكون يجي يحكي لي نكته جميله ولا قصه طريفه تعالي بنتي اروحي قعدي هنا واسمك بنتي اشي شيماء وين تسكني في الجزائر العاصمه في العاصمه احكي لنا النكته تاعك قال لك اختار واحد الاب قال لابنه قال له وليدي لازم تكون على 4:30 في الدار ومعد هذاك الولد ومعد هذاك الاب قاعد يستنى في وليده ومعد ما جاش وليده لحقت 4:30 داك الطفل مازال ما جاش ومن بعد قاعد يستنى كي لحقت 6 هذاك الولد دخل للدار ومعد باباه قال وليدي وعلاش بطيت ما تقالوا بابا واحد السيد طاحت له 5000 ومن بعد هذاك الاب قال لوليده قال له هكذا نحبك وليدي قاعد تحوس معها عليها قال له لا بابا كنت عفس عليها ونستنى فيه راح برافو هايلة تعالي بنتي اروحي تعالي واسمك بنتي؟ آلاء احكي لنا النكتة تاعك آلاء واحد الخطرة واحد السيدة راح قال له لواحد الولد قال له استناني نجي عندك على 4 سنة ما جاش ما تكي راح لعند الأب ديالو قال له وش كنت تدير
كي قال له واش كنت ندير، من بعد هو قال له انا كنت نحوس على واحد زيد، طحت له القراعه تاعو تاع الماء، حوست له عليه حتى كي لقيتها له طيتها له ورحت جيت عندك. اها برافو برافو برافو. تعالي بنتي، تعالي تعالي، روحي. واسمك بنتي؟ إيمان. وين تسكني؟ ليدو. في ليدو. ليدو وين يعني؟ باش يعرفوا الناس برك؟ ليدو برج كيفان؟ ايه قريب البرج كيفان. يا اخي يلا بنتي. كانوا كاينين ثلاثة، واحد جيري، واحد فرنسي، واحد شينوي. من بعد قال لهم لي يطلع 200 درجة نمدوا له 100 مليون. بدا الشينوي طلع ربع، بدا يعاود حبط، بدا فرنسي طلع نص يعاود حبط، بدا جيري طلعهم كاع يتيك، بقات له وحده، طاحت له واحد الدوره وهبط وشي ديبا. برافو 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 يا اطفال، لحقنا دركا للجواب عن اللغز. ما هو الشيء الذي نبتلعه ويبتلعنا؟ قولي لي. الماء. اوه الماء. وانتي؟ الوقت. الوقت. الماء. 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 تعرفي؟ الحوت. الحوت. اوكي. الماء. الماء. شاطرين. وشو؟ الساعة. وانتي بنتي؟ الماء. 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 اوكي. الماء. الماء. الألواء. الألواء. وي بلدي. الهواء. 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 الماء. الماء. إذن حقيقة الجواب هو الماء. إذن تعالي 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 بنتي اللي أعطتنا الجواب الأولى، إحنا نجيب لك هدية تاعك من عند بوبي. أرواحي بنتي تعالي تعالي تعالي، وقفي هنا. إحنا الشاطرين اللي سيبوا الجواب اللي كان الماء عن اللغز، نعطوها قبعة مع عمو يزيد تحميك من أشعة الشمس الضارة، ونعطوك كذلك سيدي من حق الطفولة لعمو يزيد فيه 22 أغنية، إن شاء الله تستفادي بهم. تفضلي بنتي. يلا يلا يلا. برافو برافو بنتي، برافو برافو. تصفيق عليها تصفيق عليها، حيوها. حبوا الشاطرين، ما أنتم كنتوا شاطرين. ودركا لحقنا الركن عيد الميلاد، عندنا عيد ميلاد تاع نور الهدى. تفضلي نور الهدى، وانا راح نغني لها عيد ميلادك احلى عيد، وانتوما اصدقائنا تروحوا تجيبوا لنا الكاتو تاع نور الهدى، وانا نغني لها عيد ميلادك احلى عيد. يلا نور الهدى تعالي، تعالوا يا اطفال، تعالوا تعالوا تعالوا. عيد ميلادك احلى عيد، ربي كتب لك عمر جديد، الله يبارك فيك ويزيد، نقول لك عيد ميلاد سعيد. من تربيتك نتمنى صحة وسعادة وهنا، إن شاء الله يا ربي مية سنة وتعيش أيامها أفراح، إن شاء الله يا ربي مية سنة وتعيش أيامها أفراح. يا بنين ويا بنات يلا نطير بالونا، نزهى نمرح غني نفرح ونعيشوا أحلى الأوقات، نزهى نمرح غني نفرح ونعيشوا أحلى الأوقات. حلوى لك جبناها وشموعك فيها زرعناها، باسمك انت زيناها ليلة حلوة يا محلاها، باسمك انت زيناها ليلة حلوة يا محلاها. بابا وماما يدعوا له
أجمل هدايا يهدولو هيا نصفق ونغنيلو وأجمل هدايا يهدولو هيا نصفق ونغنيلو سنة حلوة يا جميل سنة حلوة يا جميل سنة حلوة سنة حلوة سنة حلوة برافو 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 إذن عمو يزيد يشعل الشمع فوالا إذن ديروا معي العدد التنازلي 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 برافو نور طفي الشمع فوالا برافو 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 أعطي لي الهدية تاع نور الهدى. إذا نور الهدى بما أنك رسلتينا ورسلتينا خمس قسيمات علب حليب رامي واخترناك باش تكوني معنا اليوم في عيد في باش تحتفلي بعيد ميلادك، رامي ممول الحصة يهدي لك تابلت إن شاء الله تستفادي بها. تفضلي بنتي وإحنا كامل راح نهدو لكم شهادة لمشاركتكم في تصوير حصة مع عمو يزيد. كي تخرجوا تسيبهم كاع يستناو فيكم هاد الشهادات يا أطفال. إذا وأنا ما بقى لي إلا نقول لكم بقوا على خير، استنونا في الأسبوع المقبل نهار 3 على 5 تاع العشية على قناتكم الشروق تيفي. نحبكم يا أطفال. لا تحزنوا حان الوداع يا أصدقاء، كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء. لا ننساكم لا تنسونا، أحببناكم أحببتونا، سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع عمو يزيد. لا ننساكم لا تنسونا، أحببناكم أحببتونا، سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع عمو يزيد.